رحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي المغاربة الأحرار في المكنتوم داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم، وتتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقول دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. وأيضا تنبغي نرحب بكل المشاهدين ومتابعينا من الوطن العربي قاطبة، ومرحبا بكم. فكيف ما شفتوا إخواني أخواتي، جريمة قتل بشعة، جريمة نكراء اهتز على وقعها حي مسنانة اليوم بمدينة طنجة، جريمة قتل اللي راح ضحية ديالها الشاب هو المعيل الوحيد للأب ديالو والمساعد للأب ديالو على الظروف القاهرة ديال الحياة. جريمة قتل بشعة، إذن استفاق عليها هذا الحي من بعد وقوع حد شجار اللي خلف وقوع ضحية اللي هو شاب. لكن قبل ذلك إخواني وأخواتي، قبل ما أننا نغوص في تفاصيل هذه الواقعة الأليمة، كندعوكم أنكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو، أيضا بالمشاركات مع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الأعمال والقضايا اللي تنطرق لها. وعلى بركة الله نبدأ الغوص في تفاصيل مفجعة لجريمة بشعة وقعات بحي مسنانة بمدينة طنجة، إثر نشوب شجار بين مجموعة ديال الشباب، بين أخوين وشاب. هاد الشاب اللي راح ضحية ديال طعنة غادرة أردته قتيلا، طعنة اللي جاتو من شاب من نفس الحي اللي كيقتل فيه، بل أكثر من هذا بحسب اغلب المعلومات فهم الاصدقاء ديالو. هاد جوج الاخوه يعني تحاماو على الصديق ديالهم، وبطعنه غادره تسبات في المقتل ديالو في منظر رهيب، في منظر اهتزت له كل الساكنه ديال حي مسنانه، ومازال لحد الساعه كتعيش على وقع هاد الجريمه البشعه، الجريمه النكراء. فشجار نشب ما بين شاب وجوج ديال الاخوان، شاب اللي بحسب الشهادات ديال العائله ديالو كيساعد الاب ديالو، الاب ديالو اللي عنده اسره كتكون من ثلاثه ديال الشباب، ثلاثه ديال الابناء وطفله. فاليوم فقد الشاب البكر اللي هو يعني اللي كيساعده في الاعمال ديالو، اللي كيساعده في الحياه، لان ظروف الحياه كيف ما كنعرفوا ظروف صعبة خصوصا على العوائل المعوزة. فهاد الشاب اليوم راح ضحية ديال شجار اللي نشب ما بين شباب صغار في العمر، بينهم شاب قاصر واللي الآن هو تحت المراقبة من بعد ما دخلت المصالح الأمنية واعتقلات الجاني، واللي لقاو أنه أيضا عنده إصابة بليغة على مستوى الذراع ديالو، وتم النقل ديالو تحت المراقبة بطبيعة الحال إلى المستشفى. الحيتيات والدوافع ديال وقوع هذا الخصام لا يمكن أن نجزم بها، لكن تحقيقات جارية من أجل إثبات كل الأمور وكل الملابسات، وأشنا هي علاش وقع هذا الشجار أصلا لأدى الوفاة ديال هذا الشاب. لكن بحسب مجموعة ديال المعلومات فتتبقى شي أمور نزاعات البسيطة تتكون ما بين يعني الشباب، من سواء فايتين سن الرشد سواء قل من سن الرشد بقليل، عام عامين 17 16، فكتكون أشياء اللي يعني شجارات تتبنى على مسائل اللي تافهة، ما كتستاهلش هاد الأمور أن توقع وتوصل حتى لدرجة ديال وقوع جريمة. فمن خلال مجموعة ديال الشهادات استنتجنا أن ربما سبب الجريمة هو علاش تسبني، علاش تعايرني، الشتم هادشي بيناتهم وصل لدرجة شجار، بل أكثر هذا من هذا استعمال أداة حادة سكين تستعمل في مسرح لتصفية هاد الشاب اللي راح ضحية ديال هاد الجريمة البشعة اللي كيف ما قلنا هزت حي مسنانة اليوم بمدينة طنجة في واقعة بشعة، واقعة ممكن استخلاص منها العديد من الدروس والعديد من العبر كنصح الأبناء بالمرافقات والأصدقاء ديالهم والانتباه إلى يعني المحيط اللي كيعيشوا فيه الأبناء. كل هذه الأمور هذه
فخاصها يعني تكون تخدات وتخدى من هذه الواقعة البشعة اللي وقعت بمدينة مسنالة واللي راح ضحية ديالها هذا الشاب. قدر الله ما شاء فعل، إن لله وإنا إليه راجعون. بهذه المناسبة كنتوجهوا بالتعازي للعائلة ديال الضحية، العائلة ديال هذا الشاب اللي بحسب المعلومات كيبلغ من السن 19 سنة، هذا الشاب اللي مشى ضحية ديال هذه المشاجرة اللي أدت إلى الوفاة دياله. وكيف ما قلت فمباشرة من بعد وقوع هذه الجريمة، المصالح الأمنية ديال طنجة في ظرف وجيز اعتقلات الجاني واللي لقاو عنده واحد الإصابة بليغة على مستوى الذراع، واش نتيجة ديال شي آلة حادة أو لا شي أمر آخر. فهادشي كله تعكيف السلطات على تحديده من بعد ما غادي يتم الاستماع وأخذ الأقوال ديال الجاني والأخ ديالو اللي كيبلغ من سن 14 سنة. فبحسب موقع أشواقع تطرق لهاد الفاجعة، ف يعني بحسب هذا الموقع فقد لقي شاب في مقتبل العمر مسرعه ليلة الأحد صباح الاثنين بعد تلقيه طعنة قاتلة. حد مسألة أخرى قبل ما أننا نستمر في المسألة كعبرة وكدروس، يعني الليل ومراقبة الأبناء في الليل فخصها تكون أولوية عند الآباء. كاين واحد الفترة ليلية مسموح الخروج فيها، ولكن واحد الفترة أخرى يعني خص الآباء يكونوا زاجرين في الأمور هذه، في المسائل ديال المراقبة ديال الأبناء. فلقي شاب في مقتبل العمر مصرعه ليلة الأحد صبيحة الاثنين بعد تلقيه طعنة قاتلة من طرف أحد الأشخاص في جريمة هزت حي مسنانة بطنجة. عفوا بل الموقع هو أشكين ماشي أشواقع. وعلمت جريدة أشكين أن الهالك دخل في شجار مع شقيقان يقطنان في نفس الحي الذي يسكن به ليعمد أحدهما إلى توجيه طعنة قاتلة للهالك على مستوى القلب. وفور إخطارها انتقلت سيارة إسعاف فضلا عن دوريات أمنية على وجه السرعة لعين المكان، حيث تم نقل الهالك إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، لكن خطورة إصابته عجلت بوفاته بعد فقدانه الكثير من الدم. يعني ضربة كانت على مستوى القلب، احنا كنعرفوا خطورة ديال الضربات على مستوى القلب خصوصا من تكون سكين طويل شوية، تتكون يعني ضربات تستعصى معها يعني إرجاع المصاب إلى الحياة من طرف المصالح الطبية. فعموما تتبقى هذه جريمة بشعة اللي كيف ما قلت كلها دروس وكلها عبر، كلها خاصة تخلي أولي الأمر في الأسر أنهم ينتابوا الأبناء ديالو فين كيمشيو وفين كيخرجوا ومع من كيمشيو. على أين التحقيقات بخصوص هذه الواقعة جارية من أجل كشف كل الملابسات وكل الظروف ديال وقوعها، واش كاينه شي دوافع اخرى انتقاميه او لا شيء من هذا القبيل. هاد الامور كلها اكيد غادي تحددها التحقيقات اللي راها جاريه، والمعتقلون راهم راهن المراقبه، احدهم راهن المراقبه والاخر راهن المراقبه ايضا في المستشفى نتيجه لتعرضه لديك الضربه القويه على مستوى الذراع. الى هنا الاخوان والاخوات جيت الختام ديال هذا الفيديو اللي سلط فيه الضوء على هذه الواقعة المريرة والمؤلمة اللي وقعت بحي مسنانة بمدينة طنجة. ختاما كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية، وكندعوكم انكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو، ايضا بالمشاركات والاشتراك في القناة باش تكبر هذه العائلة ديال ميد لايف. وخير الختام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.